حصلت قبلها والحدوته والهتافات و و و وناس في البدايه كانوا غضبانين وزعلانين من امام عاشور. هل حد من النادي الاهلي كلمك على الموضوع ده وانك تطلع تقول كلمتين تقول حاجه، ولا ده ما كانش موجود خالص؟ لا لا، ما كنتش موجود خالص يا كابتن. اه طبعا يعني هو انا غلطت طبعا. انا يا كابتن انا صريح جدا مع نفسي، اه جميل. انا غلطت طبعا. اه ويمكن ليا كذا، وللامانه انت اعتذرت، انا وانا اعتذرت قلت كتير حتى قوي يا في كابتن. يعني من كام حلقه اول مره اقول انه امام بعت لي واعتذر لي انا اكتر كلمت من مره، حضرتك كتير يا كابتن، اه انت ما وانا كنتش ما بترد رضيتش عليا. اجي، كنت زعلان، ده صحيح. نعم. طبعا انا غلطت واتاسفت كذا مره، الناس بصراحة يعني بيتعاملوا معايا، مجلس الإدارة طبعا بشكرهم كلهم. الناس مش محسيني بأي حاجة حصلت من غلط كان ليا، ومفيش أي حاجة يعني. طيب حلو، ده امر عدى على خير. استقبال بقى جمهور الاهلي ليك رعب ده يا والحب كابتن، رعب، احكي لي. رعب والله. لا طبعا انا يمكن اول ماتش، زي الصورة اللي كانت نعم. موجودة، ده كان اول ماتش ليا، كان تدويك النادي الاهلي بالدوري، اي كنت انا في المدرجات. لا رعب يا كابتن، رعب. رعب اه رعب بصراحه. المنظر كان جميل قوي، مم. وهم بينادوا عليا، انا يا بخت اللي جمهور النادي الاهلي يحبه طبعا. يا بخت. جمهور النادي الاهلي يحبه اه طبعا. الصلة والعلاقة اللي بقت غير عادية بينك وبين جمهور النادي الأهلي، وكأنك بقالك 20 سنة في النادي الأهلي. كابتن والله يعني انا دايما بحمد ربنا على القبول القبول حلو طبعا. قوي، انت بتقول حاجات حلوة قوي النهاردة. والله ده القبول ايه ده العقل ده؟ ايه العقل ده يا ناس؟ ما شاء الله. ها القبول يا كابتن مش بالسهل يعني، ان انا اشوف واحد واحبه بسرعة ده مش سهل. اه فزي ما هم حبوني انا حبيتهم طبعا فعلا. طبعا، اه من اول يوم ليا في النادي الاهلي، ومن اول هتاف نادوا على امام في المدرج على امام. اه لا الناس دي بصراحة رعب زي ما انا قلت لها يا كابتن. ايه الهتاف اللي بتحبه قوي من جمهور النادي الاهلي؟ غير عندي غزالة. ده انت اللي بتغنيه ده لسه هنتكلم في الغزاله دي وجات ازاي. اه في بتاعت التالتة شمال، وبتاعت جرب تدخل الاستاد، اه ده الاتنين بتحب. دول رعب. اه غنوها في ماتش العين يا كابتن ده قبل ما كابتن. اجيب الجون، اه وبتاعت التالتة شمال واحنا نازلين، من التالتة واحد جسمه شمال جسمه بنهزك بيقشعر بقى. اه بصراحة. ده بيجننك. اه بصراحة بيفرق معاك. طبعا طبعا طب ايه الهتاف المحبب ليك بقى اللي جمهور الاهلي بيهتفوا لك؟ بيهتفولي. اه يعني انا مثلا كانوا يقولوا ايه احسن جول في مصر؟ شوبير هو الاصل، سرقها مني مصطفى. ماشي خلاص. لا مش هينفع نتكلم على اوفا. أيوة. ليه لا ما ليه ينفعش. بعدين يقول لي دلوقتي، يقول لي تاخر بقى خلاص، مش هتاخد زمنك وزمن غيرك. في هتاف معين بتهتف لامام انت بتحبه؟ في هتافات كتير، هما اه بيغنوا لي هتافات كتير يعني. بتبقى فرحان بيها طبعا كلها من طبعا اولها يا لاخرها. كابتن طبعا. قبل ما اروح لفاصل اهو، يلا سمعوني. انا غاوي انا غاوي مع عاشور اهلاوي. اه بتحب الهتاف؟ بحبها جدا. خلاص هو بقى العلامه التريد مارك بتاعت امام عاشور.